ذكر هنا زمن دفع صدقة الفطر، وزمن دفعها زمنان: زمن فضيلة وزمن جواز. وقت دفع صدقة الفطر لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فتخرج في اليوم 29 أو في اليوم 30. أما إخراجها في اليوم 28 فهو على خطر فيما لو تم الشهر، لأنه حينئذ يكون قد أخرجها قبل العيد بكم؟ بثلاثة أيام. هذا ما يتعلق بزمن صدقة الفطر.